وما هو أفضل صيام بعد صيام شهر رمضان؟ أفضل الصيام بعد رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وكذلك صيام كل الشهر شهر المحرم؟ نعم، كذلك صيام اليوم الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر، هذه أيضا من نوافل الصيام. نعم، صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، هذه صوم يوم قبله يوم أو يوم بعده، أيضا هذه من نوافل الصيام المؤكدة. نعم. النصف من شعبان أو لم يرد فيه شيء؟ ورد أنه يصام من شعبان أيضا، إلا أنه لا يصام كاملا. نعم. هناك أيضا من يخصص شهر رجب بصيام، هل لهذا رجب أصل؟ رجب لم يثبت فيه شيء من العبادات خاص. نعم. لا صيام ولا صلاة ولا عمرة ولا شيء خاص برجب. رجب لم يثبت فيه عبادة خاصة به، الذين يخصونه بعبادات هؤلاء مبتدعة، لأنهم أحدثوا في الدين ما ليس منه، فلم يشرع الله ولا رسوله في رجب عبادة خاصة، لا عمرة ولا ذبيحة ولا قيام ليل خاص ولا صيام من أيامه خاص، وإنما رجب كغيره من الشهور. نعم، هو شهر محرم. نعم، له الحرمة لأنه من الأربعة الأشهر الحرم، أما أن يخص بعبادة دون غيره فهذا من البدع. نعم.